والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وآله. الشكر الجزيل والموصول للذين تفضلوا بدعوتي للمشاركة في هذا الحفل، وقد قبلت هذه الدعوة شاكرا نظرا لالتزام قديم عندي كمزارع بالمحافظة على الطبيعة والمحافظة على البيئة. وهذه المنظمة تقوم بعمل جليل ذو شربتين، أولا الحفاظ على البيئة في الأردن، وأيضا دعم إخواننا وإخواتنا في فلسطين المحتلة أمام ظلم تعرض له شعب لم يتعرض شعب في التاريخ الحديث لظلم مثله. وأرجو أولا أن أتقدم بالتحية لأم إسحاق التي جاءت الرابطة والمجاهدة الصامدة عملا لا قولا في مستوطنة تثبت أن هذا الشعب شعب فلسطين لن يموت إن شاء الله. أشكركم أيضا على الكلمات اللطيفة، كنت قد أعددت يعني شيء شبيه بالدراسة القانونية حول العلاقة بين القانون الدولي وبين حماية الطبيعة، ولكن أعتقد أن المقام هنا لا يسمح بكثير من الدخول في الأمور التقنية، فسوف أختصر ما كنت أنوي أن أقوله. وأكتفي إلى أن أبدأ بالقول بأن أي محام أو قانوني لو أنه كان قد فتح كتابا في القانون الدولي لما كان بإمكانه أن يجد إلا جملة معترضة حول البيئة. موضوع اهتمام القانون الدولي بحماية البيئة موضوع جديد نسبيا، لكن هذا لا يعني أن الحضارات جميعاً حتى المجتمعات البدائية كانت تهتم في البيئة دون طبعاً أن تسميها. فمثلاً يقال أنه أيام الإمبراطورية الرومانية في بلاد الشام كانت هناك عادة بأن تريح الأرض مرة كل 4 سنوات، وقد قسمت سوريا الكبرى على هذا الأساس. وحتى في المجتمعات البدائية جدا كبنود الحمر الشماليين فقد أعطوا الحفاظ على الطبيعة مهم يعني موضعا مهما في هذه الحضارة، وصلت في بعض الأحيان إلى حد التقديس. هناك عدة محطات في تطور القانون الدولي، أهمها التطورات التي في القرن 19 عندما تركز مبدأ السيادة، وتركز معه أيضا مبدأ يشار إليه باللغة الإنجليزية أو الفرنسية لسيفير، وهو عدم تنظيم المجتمع وترك النشاط الاقتصادي للأفراد. المزيج بين هاتين الفكرتين كان ركبة عقبة في وجه تطور القانون الدولي المختص بالبيئة، ولكن كانت هناك بعض القضايا أريد أن أشير فقط إلى قضيتين. القضية الأولى هي قضية بحيرة لالو الواقعة بين فرنسا وإسبانيا. كانت الحكومة الإسبانية تنوي أن تركب على النهر بعد دخوله في الأراضي الإسبانية وقبل عودته إلى الأراضي الفرنسية مراوح ومعدات كهربائية، مما أدى إلى تلويث البيئة.
الأولى على ما أعتقد التي قضت محكمة التأكيد فيها بأن هذا الأمر يحق إذا كان المنفعة كبيرة والضرر قليلا. قبل ذلك كان مبدأ السيادة يحول دون القيام بمثل هذه الأعمال. والقضية الثانية كانت تتعلق بمصنع لصهر الحديد في كندا على الحدود الأمريكية. قضت أيضا محكمة مشكلة بين الولايات المتحدة وكندا بأن على كندا أن تدفع تعويضا ماديا وأن تقوم باتخاذ خطوات تحول دون الضرر البيئي. الآن هناك معاهدات كثيرة منها معاهدة الاستعمالات غير الملاحية للمرات الدولية يعني الأنهار. هناك أيضا قضايا تتعلق بالبيئة وأصبح قانون البيئة جزءا مهما جدا من القانون الدولي. المشكلة في تعامل القانون مع البيئة مع ضرر البيئة أننا بخلاف المناهج الأخرى في القانون نحن عندما نتكلم عن الضرر البيئي فلا نتكلم عن ثنائية التحليل والتحريم أو المنع وإنما نتكلم عن حقوق متوازنة. في كل دولة الحق في التعامل مع الطبيعة ومعلمها بما يؤدي إلى ازدهارها. هذا حق لا شك فيه لأنه استمرار لأول وأهم الحقوق وهو حق دولة في الحياة. لكن المشكلة أن قوى الطبيعة لا تعترف بتقسيم العالم إلى دول مستقلة وربما متناحرة. فالأنهار تعبر الحدود والرياح تحمل الغبار وتحمل التلوث. والقانون الذي كان مبنيا على أساس ثنائي أصبح أكثر وأكثر في القرن العشرين يتحول إلى ما يسمى community interest يعني أن يأخذ بعين الاعتبار حقوق المجتمعات المكونة من أكثر من دولتين. في التسعينات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي طغت هناك فكرة خاطئة بأن الرأسمالية هي نظام يعني عظيم وهو اعتقادي نظام يخالف الطبيعة البشرية. فكانت هناك سلسلة كبيرة جدا من الاتفاقيات حول الاستثمار وربما لم يكن هناك ضرر للبيئة في أواخر القرن العشرين بل في آخر التسعينات من القرن الماضي إلا ذلك الضرر الذي نتج عن هذه الاتفاقيات. الأمثلة كثيرة وكما ذكرت لا أحب الدخول في كثير من التفاصيل ولكن سأعطي مثالين. الأول بين الشركة الأمريكية وحكومة كوستاريكا. حكومة كوستاريكا أعطت قسما من أراضيها لمشاريع تستثمرها الشركة الأمريكية واكتشفوا أن هناك نوعا نادرا وقابلا للانقراض من الحيوانات البرية. وعندما أرادت حكومة كوستاريكا أن تغير الموقع هذا طالبت الشركة بتعويضات تبلغ حوالي 10 مليون دولار. المثال الثاني أسوأ حقيقة. هناك شركة أمريكية كانت تقدم المشتقات النفطية لكندا وعندما أرادت الحكومة الكندية أن تدخل مادة لتحسين استعمال البترول اعترضت الشركة الأمريكية وقالت هذا عمل من أعمال التأمين لأنه سيؤدي إلى نزول أسعار الأسهم في الشركة الأمريكية واضطرت كندا إلى دفع مبلغ حوالي 135 مليون. نحن هنا يعني هذه أمثلة لكن نحن هنا أمام أمثلة الضرر
الذي سيحدث إذا تركت الأمور دون ضبط فيما يتعلق بالاستثمار العالمي الذي عادة ما يكون في الدول النامية. لحسن الحظ هناك الآن حركة كبيرة تقودها دول المختصين والهند وجنوب أفريقيا للنظر مرة ثانية في هذه الاتفاقيات التي يبلغ عددها حاليا أكثر من 3000 اتفاقية، وقد دخلت في كل اقتصادات الدول العالم المالي. مشكلة الضرر فيه أيضا أنه تراكمي، يعني في إيجاد توازن بين المنفعة والضرر يجب أن يكون هناك درجة مقررة، هل قصر الضرر بعدها إلى شيء لا يمكن إصلاحه أم لا يمكن. ضرر مثلا البيئة في الأنهار لا يحدث بين يوم وليلة، وإنما يحدث بشكل تراكمي، مما يجعل من الصعب تقدير الضرر وتقدير الخطر وتقدير التعويضات عليه. وعلى كل حال الضرر البيئي يصعب إصلاحه، والأفضل والأحسن دائما أن يصار إلى منعه فترة طويلة. هذا ما أردت أن أتكلم عنه، يعني مرة ثانية أكرر الشكر. نحن نعيش في منطقة تتنازعها الحروب والصراعات، ومن الطبيعي أن يكون اهتمامنا الأول لهذه الأمور، لكنني أعتقد أن الحفاظ على البيئة هو من أهم الأمور التي يجب أن نسعى إليها، وأن التهديد الذي نشاهده وأنا شاهدته خلال حياتي في الأردن من التردي البيئي قد يكون من أكبر التحديات لبقائنا كبلد وأيضا كجنس البشري. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا لدولة السيد عون خصاوني، وندعوكم نطلب من حضراتكم انه نشاهد سويا وباهتمام هذا الفيديو القصير. وادي فوكين جنة من جنان فلسطين محاطة بثلاثة مستوطنات، إضافة إلى جدار الفصل العنصري الذي صادر المئة من الدرهمات. لم تسلم من سياسة الاحتلال الوحشية لتهجير سكان القرية، فلم يتبقى سوى 1300 فلسطيني، منهم أم إسحاق التي صمدت خلال 80 عاما في أرضها لتروي اليوم لأحفادها قصة شعب صامد في أرضه. عرفتي واحنا قاعدين صار من يوم، وبعدين ما رحناش ولا على مطرح، كل الناس راحت على البلاد وطشت في البلاد، احنا ضلينا. بعدين هاي الحدود 48 يوم حددون هاي، وهاي في حجار من الحدود 48 لنا بالزيتون، ظلنا الزيتون والشجر وكل اللي زرعناه. تشكل الزراعة مصدر رزق أساسي لأهالي القرية، إلا أن ممارسات المستوطنين من إغراق المزروعات بالمياه العادمة وتحويل مسار المياه ألحقت ضررا كبيرا مما قلص المساحات الزراعية. اختلف الوضع بالنسبة للمية، اشتغل في الجبل راحت المية، خفت مش مية، فزلم تجربة الزراعة مش لما يشتغلوا في الجبل فجروا في الصخر وفي النار، المية ضاعت تحت الجسم، ضعفت راحت محل ثاني مسالكها اليوم في بيتها. بالرغم من معاناة أهالي فوكين من محاولات الاحتلال لتهجيرهم ومصادرة أراضيهم، إلا أنهم ما زالوا يقاتلون للمحافظة عليها، مدافعين بذلك عن رسالتهم، حاملين أمل العودة للكثير من المهجرين. من وادي فوكين لتلفزيون القدس رباعي يمش. I
علمني جدي أن الزيتونة وطن في شجرة، زعيم في قبيلة، مأذون شرعي، قائد جيش، أستاذ في علم التاريخ، مخبر أحلام وسنادق خير، وقصة شعب وحروف فلسطين الستة. فحلفت أمي أن ضفائرها من ورق الزيتون ستطفأ. دمروها، هجروها، شتتوها، حبسوها. هي قرية وهي قصة ليست من قصص الخيال، ولا من وحي خيال كاتب، ولا من قصص ألف ليلة وليلة. إنها قصة من ضمن القصص الرائعة التي سطرها شعب بإرادته أمام أعتاق الظلم والاستبداد. إنها قرية وادي بوكين لمن لم يسمع بها. سكانها موجودون بيننا الآن، سطروا بدمائهم وبعرقهم أروع القصص. هجروا أهلها عام 49، وتخيلوا معنا من عام 49 وحتى عام 72 كل يوم أهل القرية بروحوا يشتروا أرضهم ويرجعوا على بيوتهم 12 كيلو متر. والله إنها قصة إنها لا تكتب بما أنتهى. والله إن هذا لهو الشعب العربي. ومن هنا أقول لكم إن فلسطين قد جلست الآن بيننا وجاءتنا تمشي على قدمينا. إن رغبتم بأن تسمعوا عن قصص الشهداء فهي موجودة، وقصص الانتماء فهي موجودة، وقصص التضحية موجودة. عجوزان يقطنان في كهف لمدة 80 عاما، كيف يعيشون؟ كيف ينامون؟ كيف يأكلون؟ كيف يربوا أبنائهم؟ ماذا يقول لأبنائهم لكي يقوهم حر الصيف وبرد الشتاء؟ نعيش الآن مع قصة، وإنها قصة لا يعجز عن وصفها اللسان. فلننهض جميعا لنستقبل الحاجة جميلة أم إسحاق. مدرسة
لأجل النضال والبطولة والتحرير. لن نستكين ما دامت هناك قصص كقصص أم إسحاق. الله يمسيك بالخير يا حبيبي. مساء الخير يا حاج أم إسحاق. كيف حالك؟ قولي لي أم إسحاق، أنت لما تجوزتي قديش كان عمرك؟ نعم. لما تجوزتي قديش كان عمرك؟ أنا يوم تجوزت 11 سنة. إيش؟ لا يسمعون منظمات حقوق الإنسان. وبعدين أنا ما أدري شو صار في صباح، هي خلوني على حركة الحرم. أنا وصباح. خلفينا واللي ما بعرف الكهف شو هو؟ الكهف هو المغارة. مغارة. لمن لا يعرف الكهف. اللي فين؟ كيف عشت كل هالفترة هذه بكهف؟ كيف تنام؟ كيف تأكل؟ شو تشرب؟ الحمد لله رب العالمين، حط سطر. شايف؟ الواحد يرضى. لو يطبخ طبق كيف مراضي. طيب بس على القضية. والحمد لله وبغينا مش عامل. وطن وطن، نعم انه وطن يا سعد. وللوطن نقدم الغالي والنفيس. ولو ارادت ان تعيش في برج عاجي لعاشت، لباعت ثم عاشت، ولكنها اصرت على ان تعيش في كهف 80 سنه. قسما بالله انه قصص لا يمكن حتى تدخل مخ البني ادم انه كيف واحد يعيش 80 سنه بكهف. انتم متخيلين كيف يناموا؟ بالشكل شو كنت تطعمي ولادك لما ما كان عندكم شيء؟ شو ما كلت لك وبقيت اقرب لك طابون. والله انه هاي الليالي هتتقبل. ما شاء الله عليك، الله يعطيك الصحة والعافية. مو زي ايش؟ كنت تطعمي اولادك وتزرعي بالارض وتروحي على كل يوم تزرعي وتجلعي وتجيلي وتطبخي وعندك فن وتسوي هذا مصنع قائد بطل انجب شهداء تقدم رجال لكي تحافظ على وطن. قصه بسيطه. ام اسحاق انت خرفتيني انه الملك حسين جاب لكم الدبابات مشان ترجعوا الارض. احكي لنا شو اللي صار. لا ما بنكذب، لا ما بنكذب، لكن كل اللي يحكي نزلت على الأرض. نعم. إن ما طحنا
طيب حتى قديش كانوا يطلبوا انذارات مشان تطلعوا من الارض اللي انتم فيها؟ قديش كانوا يطلبوا انذارات مشان تطلعوا من الارض اللي انتم فيها؟ اليهود الملاعين بالتحت طيب
احنا مستانسين انك موجوده معنا. انت يبدو الشمال الاحمر مصممه ام ساكنه تغني يبدو الشمال الاحمر. واشتري حطة حمرا قلبي اللي تولي بيا يا بني. الله يعطيك الصحة والعافية وقويك. خليك معانا بوقت، خليك قاعدة نتونس فيك، نشم ريحة البلد من خلالك. يا الله يرضى عليكم، الله يا ربي يكف عنكم شر الشراب ويبعد عنكم شر الباطل. شكرا 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 جزيلا. شكرا لأهل إسحاق، ما فيك ضلي معنا على المسرح. أعطونا الهدايا. شكرا. الله يجزاهم خير كل خير. يعطيك ألف عافية. شكرا شكرا. الله يلا تنذرب تلحق الموسم قبل ما يخرب. ما يخرب الموسم. وموجود امثالك. الموسم ما بخرب، الموسم عمران، موسم بطوله وتضحيه.